بترجعكن عطوني ابني جمال، مشان الله لا تساووا فيني هيك. لك هالبنت ما خلتنا نعرف نتهنى بالفطور. بهية انتي شيلي هالسفرة لشوف، فاطمة جيبيلي الدواء تبعي. حاضر. لكن عملت عملتك مو هيك؟ عن شو عم تحكي ولا؟ مشان تضمن رجعت الآنسة ملك على القصر، خليت زهرة تجي بالغصب لهم. بس برافو عليك، لأول مرة خطتك بتنجح. يا أغا مظبوط هالشي؟ انت لساتك عم تحاول ترجع وحدة ما انا مهتمة فيك؟ لا تتدخلي ليلى. ليلى انت جهزي حالك، الزوجة اللي بيحبها الاغا رح ترجع لهون. ان شاء الله الف مبروك. رح تروحوا سوا على هارمانلي؟ ايه مثل ما سمعتي رح نروح مع بعض. ونحنا شو رح يصير بولادك؟ ما رح يصير شي، رح جيب زهرة وارجع. القصة مو بهي السهولة، ما بتقدر تفوت على القصر تاخد زهرة وتطلع منه، ما رح يسمحولك بهالشي. عندي صديق بالنيابة العامة، رح روح لعنده فورا، رح اعرف شو هي حقوق زهرة وكيف منقدر انه نضمن لحياتها وكل هالامور. تمام منيح، بس ما عنا كتير وقت هلأ. ما بتروحي على أي مكان لأحكي مع النائب العام، ضروري نحل هالقصة بطريقة صحيحة وإلا كل شي رح يصير أسوأ على زهرة. استني هون لأرجع. اهدي أنا رح أطلع فورا، استنيني. سمعتي أمي؟ دبران عم يحاول يتقرب من هديك الحية، رجعت جمال وزهرة لعبة منه ليجيبها. بكرة بتشوفي زهرة أول ما تستقر بهذا البيت ملك رح تجي وراها. أنا ما صدقت أبداً إما تبلشت تصير قريبة من دبران. أمي بترجعكي أحكي شو بدنا نعمل؟ قد ما كان الصياد بيعرف ينصب أفخاخ، الثعلب بيعرف يبعد عنا. لا تقلقي، رح نلاقي حل لهالموضوع كمان.